أحمد محمد ثروت طرح أول أغنياته وجودك فرق يعني، وطرحها يمكن أول مرة سمعناها كانت في خطوبته. طرح نجل الفنان محمد ثروت أول أغانيه بعنوان وجودك فرق على قناته الرسمية كمان في موقع يوتيوب، ونزلت على كمان تطبيق أنغامي وعدد من منصات الأغاني المختلفة. زي ما أنتم عارفين أحمد بدأ مسيرته كمخرج، ومن الأغاني اللي يمكن لفتت نظر الجميع الأغنية اللي أخرجها لوالده الفنان محمد ثروت نزلت في عيد الحب، كانت بعنوان يا مستعجل فراقي. والحقيقة يعني كانت مفاجأة لكل الناس، ويعني عودة قوية جدا للفنان محمد ثروت، والأغنية الناس تعلقت بيها وكانت يعني دايما شغالة في كل حتة. نزلت في عيد الحب اللي فات والناس كانت بترددها في كل حتة. وخلينا نرحب بأحمد محمد ثروت ونبارك له على الأغنية الجميلة دي، وكمان نبارك لك على الخطوبة، ونبارك للمى الشواربي نجمة منتخب مصر بكرة اليد ونجمة النادي الأهلي أيضا. مساء الخير يا أحمد، وألف ألف مبروك. أهلا وسهلا، إزاي حضرتك؟ أهلا بيك، وعايزاك تقولي بقى الأغنية وجودك فرق دي للمى وانت غنتها لها في الخطوبة. ده حقيقي برضو بنقدم السبت يعني، عارف. لازم تقدم السبت. ده حقيقي. والله هو الموضوع جه كان دفع من بابا الاول، واحنا من وقت انتاج مستعجل فراقي انتجتها واخرجتها، كنت شغاله على الالبوم بتاع بابا. فابتدت تيجي اغاني قدامي كده، عارفه تحسي ان هي مستفزه للغنى، عايز فحسيت ان شاء الله ممكن يبقى في لو سعيت اكتر ان انا اقدم نفس برضو الـ هنقول الستاندرد او البنش مارك اللي الوالد دعوتنا عليها يعني، عشان انا برضو عايز اقدم حاجه تبقى نوعا ما هادف. اغنيه رومانسيه يا احمد وسط ما الناس كلها بتغني مهرجانات وبتغني الوان مختلفه، ومع ذلك ما شاء الله الاغنيه ناجحه. بصي اقول لحضرتك على حاجه، انا بقالي 11 سنه تقريبا في الانتاج، دي اول مره اشوف تايتل مطرب جنبي فمخدود. هي الفكره في الانتاج ايه؟ قدمي الحلو، الوحش هيندثر. يعني احنا مش جايين ننظر على بعض، اللي حاسس حاجه يعني هي اذواق. بالظبط. فالحمد لله توفقنا في فيديو الخطوبه، انا ما كنتش هنزل الاغنيه، بعد كده لقيتها جايبه اكتر من 6 مليون فيو في بيجز مختلفه وحاجات على السوشيال ميديا، الدقيقه اللي اتسربت منها دي من الخطوبه، فقلنا يلا ننزلها بقى. فالحمد لله انا مخدود على نفسي ان هي دلوقتي في اقل من 24 ساعه قافله 250,000. طب انا كمان يا احمد عايزه طبعا اهم واحد اسال عن رد فعله على الاغنيه، الفنان الكبير محمد ثروت. والله بصي اقول لك على حاجه، ده الدعم الرئيسي في حياتي كلها يعني، مش عشان هو ابويا بس، دايما اللي هو انزل يا ابني روح اعمل كذا، روح غني، انت مكانك مش في الاخراج، روح غني. اقول له بابا بس سيبني. هو بس كان دايما بيقول لك ان صوتك حلو ولازم تغني. يا رب، هي دي حاجه ترجع للناس، القبول دي حاجه بتاعت الناس وربنا سبحانه وتعالى يعني. وانت ناوي على ايه بقى، تكمل اخراج وانتاج ولا ناوي تركز في موضوع الغنى ده اكتر؟ والله اقول لحضرتك حاجه، انا الالبوم كله ان شاء الله نازل تباعا ورا بعض. ده في البوم يعني. ان شاء الله 12 اغنيه من انتاجي برضو، وفي الاهم بقى الالبوم بتاع بابا ان شاء الله يعني. طيب انا عايز اعرف كمان اكتر عن الالبوم بتاعك، لو تقول لنا بقى يعني شكل الاغاني عامل ازاي، متعاون مع مين في الالبوم؟ والله في اتنين، انا احب طبعا احيي الاول الملحن عمرو الشاذلي اخويا وصديقي، هو اللي عمل وجودك فرق، والشاعر برضو نفس الكلام حسام سعيد، والموزع محمد ياسر. بقيت بقى انا عندي اغنيه برضو ثانيه مع عمرو اسمها انا فرصه عمرك. ومع طبعا اخويا مديان عندنا ثلاث اغاني مع بعض، وطبعا محمد عبية والشاعر احمد المالكي، وطبعا الاسطوره بقى محمد رحيم يعني اخويا الحبيب. قعدتوا قد ايه تحضروا للالبوم؟ اولموست سنه يعني، بنتكلم على دخول سنة عشان نقدر نوصل بمزيكا. في حاجات موسيقية اتعملت في مصر وفي حاجات اتعملت خارج مصر، لأن الطابع برضو هنغني ألوان كتير، فإن شاء الله يعني إيه ربنا يوفق يا أحمد. ربنا يوفقك طبعا يا أحمد، وعايزة كمان أستغل وجودك معايا وأعرف إيه الجديد في ألبوم الفنان محمد ثروت اللي جاي. والله إن شاء الله انتظروا في العيد اللي جاي أغنية جميلة جدا، كلمات احمد المالكي والحان محمد عبايه اسمها هنسيب لمين الغنى. انتاجي برضو، يعني ان شاء الله
نرجع بلون جديد كده للاستاذ يعني. يعني بتمتعونا دايما احمد محمد ثروت، بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا، وتحياتنا طبعا للفنان الكبير محمد ثروت على الموهبه الكبيره اللي هو جابها لنا دي.